السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وإنا إليه راجعون. أضياشة علماء دينك تنيرادا هوينك أقول يهندا يدمنك سوقي بلياشة برنامج كان عاوان هل كسوني ميت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي ما هذه أسقنا تي الله سبحانه وتعالى إن وما نستفر صدق قالجا عن سوقني ميت هلك وحان جعلان لها إن أمه دعليه raadiyaha TV-ga qaranka Soomaaliyeed agaasimaha nahortaagan brada Liban iyo sidoo kale brada Hayos Universal TV iyo dhammaan dadkii ka soo shaqeeyay xafladan qaaliga ah ee aan isugu nimid si aan ugu tacsiyeyno ugu duceyno walaalkeen Cornel Hassan Mohamed Noor Shaati Gudud. Hadaba waxa xaqiiqa قف كستوى إنو دمانايو كل نفس دائقة الموت قف أنا دماني وعلى سبحانه وتعالى وكليا حي دائم لا يموت لا إله إلا الله وحنج علان لها إن أم حد عليو سيدو كلي دادك كي يمد قبلادا كلي ددوان وقت قوض قالقة أصوه ري يدمان ويدر كحن حوضحن أوغد مجتمع بدن أو فرصده هذي إدانه هذي أصوه horey barnaamijkan aan caawa halka isugu nimay waxa xaqiiqa in inagoo dhan aan dhimanayno qof kasta oo yimid saanta uu soo qaaday mise lugta uu soo qaaday ajar iyo xasanaad allah ha ka siiyo waxaan u sii gudagalaynaa barnaamijkanagii aan isugu nimay caawa waxaan jeclaan lahaa inaan u yeero professor shariif sidow oo noo aqrin doona aayad qur-aana isla markaana na xusuusin doono anagoo dhan inayna sugeyso geerida ku soo dhowo professor alxamdulillahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah acuudu billahi min ashaytaani rajiim bismi illaahi raxmaani raxiim yaa ayuha aladiina aamanu ittaqu llaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun yaa ayuha annaasu ittaquu rabbakum aladii khalaqakum min nafsin waaxida وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وغير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلال وكل دلال في النار أعاذنا الله وإياكم إخوتي في الله ولا ريال حالا أنا ورت يعني بريهن حقيقة وان مرمر وان كحش وضع أنا منها زوج ده ويوم مقع يدا قفك سماريدو قار قار قرابة وحيب بالغزت مقع يو دكتور iyo professor iyo sheikh kulli waa la balaqaysta horta inay dadka ilaahay ka baqaana run anu jaamacadaan waxa ka dhiga ereygaas waan ku joogaa laakiin inaan maqla hata marib sida shariif sidow cabdi shariif maxamed al yiraahdo magacaasay aamin xuseen cabdalna ii taqaan aabee shariif cabdina ii yaqaan anu kaasaan jeclaa tan kale nin aqoonyahano soomaalina waa waana jeclaa inaan ka mid ah marka nimiyo laqabyadan magacyadan ka daaya dadka يعني قفك وحو سن لهين يلا سين وحو ليه هلا سين مركز تاس نوي في عبد هاي ودد كم بدنا هاد وحي نقطيبة وحي يعني ماشي كبح دم إخوتي في الله ماشي وحن أني مذ وحوي إن إذن حسوسيو نين ولا الكينو ولا يقانو أيا غيري أنا غنوا صعنا مركز حربا شن دقيقة وحن كبدنا إن إذن حسوسيو كيريد ووحنا وسوا اولا ولا ليا نلك ان جوجنو اما امد هذا جوجتو وحين نقطي امد اخر هلك اسك دغت او مركا ادونيا كليه نين كاست ادونيا و عرين هذا الهي سبحانه وتعالى محو كيري ادون كان ايو النبي محمد عليه الصلاه والسلام نرشي سيئه انت سا وحير اذا كنت اولا بل إلهي وحوري بل تؤثرون الحياة الدنيا ذاتك وحي أي إسهلشين أيان أي ربان أي جعليهين
أي دور بدايان الدنيا والآخرة خير وأبقى ساسو كان النبي عليه الصلاة والسلام مالين أيوه وحديث صحيحة وحوري الدنيا يوحوس بربديه رسولك عليه الصلاة والسلام آخره الدنيا وحول لم يديه ونين فرتي سأو بط هداد فرتك جلس أتكسو السارت محاكاسو الراعي وحكاسو الراعي مالي ساسو كان النبي عليه الصلاة والسلام مالين وحوسو أقمري أرقير أو بغتئة مركاسو قد قبط النبي عليه الصلاة والسلام وحوكو يريائي قيب سراي أرقيان صحابتي وحير هذه الرسول الله رسولك الله ونينك إب سراي مالا نين أرقيان هذا ما يقاضنا الفريق قاضنا كان هذا نولا لها مركا أرقيقا سدح عيبو ليه أولا هو أرقي مكان أرقي يرير وبغتئة ذاتك وحيج عليهم حولها مدى ددك ويترميسا مركا وحير والله إلهي أكتيسا أرقي أدوية أرقي أنا خيمة بذنبول نبي عليه الصلاة والسلام ما لنبا من صحابي أقول لي رادو كعب ابن عجرة أي النبي جو أركي النبي جو جركيس الرقمي أو مذب دبولمي مذب كي رقية مركز الرسول الله محاك وقود عوي مركز الرسول عليه الصلاة والسلام بحب كويري كعبو سدح بري وح بارقو ينكدها جمد جنبو معناه النبي محمد عليه الصلاة والسلام سدح بري وح معه جنبو ما أه النبي إنه أنت الآن هاي أوي وهي الدنيا خير موقف الدنيا مركزه عرر السحابي إنه عرري أيوه حوتي نن وحو أركي يهودي أو عال شبالي قل دان سنعي مركزه إنه أنكون شقي أنا وذان تان قبضان أيه محال إسين إسا وذان تان عالك كسو سارتو وحان كسين أيه هل تمر إن يرتمر وسوء الري نبي أكين عليه الصلاة والسلام مركزه النبي يري هل كانت كانت شقد أسان سوق بتوري رسول الله مركان كو أركي نباتاته كويس ساس يدو إتهي النبي عليه الصلاة والسلام مالين جبريل با وحو كويري ما انتو حسود دقاي ملك ملك إلهي بولي مسود دجين بالي انتو الدوك الأبوري قولي دوك ما إمان إلهي با صدري وحالي أورو اتك نبي محمد لما سؤال سوو ويدي لما سؤال سوو ويدينا وحاي أهي محاربتا إلا قادقو رسول بقر أه أما أدون بقر أه مركز جبريل الله فديا وحكوري اسم الدك بوري تواضع يا محمد مركز النبي عليه الصلاة والسلام وحان ربابه الدون رسول أين الهو نبت ذات إبا كل عيس النبي وهد أبهي أجد عاش وحيتري قري النبي عليه الصلاة والسلام سدح بلوت دبلغ مشدين بالين مركز المحاد عنيسين أسوداني بيتري بي يتمر هذا هو بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قري النبي صلاة يجيب كموضة غاديني أنا جن واحد كنت جن وادر أكتر باثروم بيثروم ليفين روم هيفل روم جين روم واحد كسوا وادر النبي عليه الصلاة والسلام عاشو حيتري مركو دكان أيها بينكي مركو سو سجود ويخجور فجري تلقاها الله بجري مركو سو سجود هذا خير خلق الله أيوه ولا ليه هذا هو حقه قاتا جيريدا كورنيل كوتيمت وكو إيماني أول منزل من منازل الآخرة وقبرغاس قبرغاس هداد هدو حقوق بسن ويدد هد إلهي كبق ويدد آترا أمريكا وحال قولي هدو حان هد هل كان وحان كوهيا يعني ملك أجوك تدو هل كان والتايم كيو قدن بي وحال قولي هاي وحال قدن تي إلا لح بقولو كن أيا كسر ونمت وحاي هذا صار 2013 وحا كسر قبالي 1.7 مليون ماشي الجوجو نمو ود كيسا قلالي والول تروح أمتها مر هدي لغو إمادة نكي رقا هاو إمادة ورقاد هذا صدع ولا لو هدا قارسي مال هذا نكي استكفكر ولا لكينا ماشي وآذان لو هذا آدي أمريكا فكم ميسي داوك وحكو ترميس جيم وحكو ترمي وحكو تري وحاوي العمل الصالح قلبي وناكسن إنا كدداشت المها أدوك الدين تأبرتت
دتك والمها جاء برتيد أد أقاتيد دائما إن الدمان يسد حساب نقص ويس الدنيا آخر مرك الدنيا دمانة آخر دمان ميس نعمة الدنيا دمانة نعمة آخر دمان ميس وجد حتى وحاجة probability دتك حساب تي قانا جراني وحكة ستور دماني من هذا اللوقي بي نمبر كات اوقي بي وحكة ستور دماني it becomes zero ابرو كو دمانا الدنيا وحي كو تريس مالك نبي نوح وحو نولا انتا كمان كما سنو مركي اللي ويدي وحو يري الدنيا وحي لمتا يقوري لبا اريد اريد اكسو قشتن كلا كبهد كل يوالو جيري قبر يوالو جين حداد عاد وقتها ستاي إلهي سبحانه وتعالى وغفور رحيم ورقف كستو ودمان إيسا قريبا كسو إيسو قبيل وحكو ترما مركة لمتا مقع بدل ما يميت كيا ليه قبر إيقاس ننكستو وحو ديارس أقول قولي هذا وبالله يتوفيق جزاك الله أجر حسنات الله كاسيو إنو إلالنا إنو وقتك وحان جعلان لها إنو إيرو برادة الشيخ نور أبيكر قاسم او كهدلي دونو تاريخ نولاليتكا مرحومكا اما كورنيل حسن محمد نور شاتي قدود تفضل شيخ نور قاسم كاتو انا لله وانا اليه راجعون انا لله وانا اليه راجعون الهي سبحانه وتعالى وحو ايدي ساء البخرة verses 1 to 56 kulay yahay u bishaareya kuwa samra kuwa soo markay ay mushkilad dhacdo ama ku yimaada ilaahay u noqdo waxaan halkan caawa u nimid inaan xusno dr hasan maxamed noor shaar gudud en oo allah u naxariisto وجيري سحن ونوتا باتي قصوصا انيغا صاحب بانهاين ولا لا نهاين وغام بويها وحان ربا انان صوكوبو تاريخ دي سي وحان ربا انان كمر قاتكو حسن محمد نور شار قدود انو اها ني صوماليات ما هاين نين قبيل ما هاين نين امنسن كلا دكا الصومالي وحو أهانين متعلمة إلهي يقانا لكن آمين سن فكرة ذو أساق أبقارها وحان ربا وحان جعلان لها إنام أييرو ملاخ سسقا ودين فقر دين دعالي إنا قربه يقصو استاقان فضلا عافيو وحان مركو هورا إذن كعود سنياه أنا قرد ميت بان النهاي وحي إنا ولالكين أدو عيسان وفاتح هذا أمرتان بليس وفاتح هذا نومرا وحان كلو عدسان إنا من آدم بان النهاي قفكي يدن بك قلي ولالكين أما وحكولها أما وحكستبا إن عفيسان ووحي كلنا مارك تاسنا عدس بي نقطة هاي أزدادت كانوا حانو كين سدي إنا إيقا مرخاتي كعان بسم الله الرحمن الرحيم وحان هل كان يسوقون نمي إنا نحسو تاريخ دا مرحون حسن محمد نور و إيه الذي سي أصحاب تيسا وقو ييري جرين حسن محمد نور شارقدوت الله هون حريستو مرحون مرحون كوحو كو غيريو دي مقالة دا بون ودن كجرمل كا 3 أبريل 2013 مرحون كوحو أها نين قرن وحو أها هو غانكي عيدن كوحو اسكا عابنتا أراري هي سرقال أود له أود كله نبت سوغد قرنك سوماليات NSS شارقدود وحو كودا شي مقالة دا بيدابو وحونا شهادة لنا عاملة تريقة كقاتي كنا تقصصي إسجار سينتا أكاديمية دا اللي يرهدو سكولة دي غويرة دي موداني أما أكاديمية دا ملتريقة اي موداني اي ودن كتليانيقة
وحكسو قلن جبيي كون سقال بقول يا لحدني سقالك وحوسي دو كلا تببر لنا عصير دونكا ميلتريكا كسميي قاهرة مصر روما تليانيكا برلين جرمال كبري يا موسكو ميدوغي سوفياتيكا كون سقال بقول يا سديتنك كون سقال بقول يا تضباطني جامعه ومدى الصوماليات قيبت هذا الشرعي وحو كلو صون نقضي تليها اما غوبرناتورها تليها عيدنكا نبت سجود الصوماليات جبدة هوسي كون سقال بقول تضواتني اللبدي يكون سقال بقول يتضواتني الشنتين وحو كم من نقضي وحو اها قدوميها قبل كوقوي قلبيت لنعا سردون كم ملتريا كون سقال بقول يسديتن كي إلا سديتن يلبدي وحو أها وحو النقضي مدحة محكمة بدبادة إهر قيسة جاج سيدو كلا كون سقال بقول يتضباطن يتضبدي إلا سديتن كي وحو أها قادي أما جاج قدوميها محكمة بدبادة قرن كي مقدشو شارقدود وحو أها قدوميها قبل كجدو غوبرناتور ديال ريجن غيدو كون سغال بقول سيدتن يا لبدي الا اي كدعدو دولتي محمد سياد الله ونحريستو وحو سو قبتي جغوين بدن او سرسره او اي كو جيرتو تلي لا تليها مدحوينها دينا عنا بتسوغدا مددي دغال كسوكيه اي سعودين شارقدود وحو سفر فرعون اوغو هول غلاي ديبو هيشيسين تا شركي جبوتي جون ان جولاي كون سغال بقول يا سغاشن يا كودي وحنا لوغو دراي دولتي اوغو هوريساي اي كوميل غاركا هايت وحنا كنقدي وزير كارمها غودها وا دولتي علي مهدي كون سغال بقول يا سغاشن يا افريكا مرحون كا وحو نقدي حبين كات حبين سري او كاتيرسن غولها سري اي حكومه ديغل يا مريفلي اي كودستين وحنا كنقدي مدحويني كو خيغينكي غوبلكا وحو كلو اكتوبر 13 كي اكتوبر كون سغال بقول يا سغاشن يا شنتي اس اسي اما قيب كلها عيدن كي ار اريدا اي مركاسي دونايي ان اي ميدايان امه الصوماليات قيبنا اي كقاتان سيدي ددكا ديباته بدن اي كدحداي مركاسي غوبلكا او اد مرقاتي كودتيين مالنتي ب 500 الى 600 قف سيدو وقبت بعد وقبت بعدين لها فكر كي أرى رأي وحياة هيد حق درر وحنا ربي إنه إسكو كانوا مدايو ومداس كو أبتر ستة قبل كه سأي مد وقمد نقدان هل كان كي لوجو جري دب صنولش دب نص صنولش دي قرن كصومالية هل كان وحنا وقوم هاد علينا هيا أنا يعني وكو هاد ليا مجا عجالي ده مدحوينها دولة ده فدرال كي صوماليا مدني حسن شيخ محمود وكالين رنتي لما يلوبانا كقاتي اسكي مدحوينها اسكي دكتور حسن ونا كدو بي سهر قرانا وحان كلو هل كان اقام هاد علينا يا رئيس الوزارة يقوله يزا وزير ردا وايقنا سهلي انا قادان ميدكي سلوكي يو اس قران الله سمايو وحان كلو مهاد قارة له جالية الصوماليات الدقن دلك جرملكا أيقونا أكل هارين أما قبيلهان أما دقانهان إن أي أدقى ميت كيسي سيها قرلانا أغبحين أو أي سكسو دوين أو أي سوق قارسيين دقان كيسي بيدابو سلو قدو وقدم بنتي وحان إلهي أغبري إن مرحونك إنو جنة الفردوس كورابيو اهل كي اصحابتي قدهان ددوينها الصوماليات سمر ايمان كسيو امين 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 والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذا الشيخ نور قاسم ونوغا هدلي تاريخ نولاليت كي مرحوم حسن محمد نور شاتي قدود انا وكسي قد جرنا برامج كا الى علينا يا وقتي انا وحان جعلان لها انان اييرو ملاق محمد عدو وكو هدلي دونو مقعه
odayaasha qoomiyadda digil iyo mirifle ku soo dhawow malaaq maxamed adow ama malaaq mad adow ha ka dhawaaw بسم الله الرحمن الرحيم ولي ان ما هندغي كوميونيتي او حقوق قيب قالي شركو حقوق قيب قالي ان ما هندغي الهي رب تعسيد اون دون الله كن نو دمدي كورنيل حسنو منور اون دون نو دمدي سومالي وين اكو دمدي gaar ahaan digil imrifle ku dhimaday ilaahay rabba taariikh disma ka nagadow riga hor un sheegi wali dhali i wali hadhagi i walwalba horalin ku hadli wal anu ku hadlaw maya anagoo ka hadlaw magaaga soomaaliyeed gaar ahaan magaaga digil imrifle i sharaf yey ولا أنا أنتني سكويني تأسيد حسنو منور كرير حسنو منور إلهي إن نحرس لان تارك بير لهو لان أنا يتهوي إذ ولي غيري ديس أنا يتهوي ددان لبتيو غير لما حرام واي وار أنا يتهوي ردون نسوغا واي حدرار قو مري إذين هاي ديرو إلهي إن نحرس إلهي إن نحرس كلغن ولي واه إلهي رب إيد اللي نقوي والترشي ولي قلقها كماري دولة دي صومالي هر ولي أسها كماري والوال بوالكو حضري أنا مكنك دو حضرك مسيين كدير يو ولي إمه النغي ولا القؤون يتوي تعسيد هكو قيب غلي أو شرفت اللي انتفدي مغل إبلا يو إمه النغي مها سنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حق كل نفس ضاقت في الموت بالي لقف والبورد دمن. لكن شيرك أيا يسود ذي أو يسؤويا قف بقف كقدم بيا أيو أويا عوا وحين يسون نمت نحرستي شن الله كورابي مرحوم دكتور حسن محمد نور ساتي قدود او دولد الصوماليا كاها كورونيل شعبك الصومالياتنا نين قالي اه كاها او فول انا قد عاي اه انت انا كدن بيسا وان كدن بتيك دونا تحسيدي سي بين عاو اسوغن نبت انو اسلام بينو نهاي مركي اي جيرد روتي ما دو انو اسلام اوينو waa wax sharciga islaamka ka yimid oo aan isu naxno jiidkuna isaga ayaa isu didaya waxa weeye taariikhdii waa la inoo akhriyay baan u malayn in dhaqtar xasan nur maxamed shaati guduud wuxuu ahaa nin heer qaran ah oo soomaaliya meel adag kaga yilay ahna fool dhacay waxaan uga tacsiyeynayaa shacabka soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaanba waxaan gaar ahaan uga tacsiyeynayaa shacabka digil iyo mirifle oo markan ugu dambeysay mas-uuliyadihii ugu dambeeyey uu ka soo qabtay waxaan uga tacsiyeynayaa ugu dambaystii qaraabadii hoose ee uu ka tegay xasan nuur maxamed shaati guduud oo ahaa قف اي نوتش علين قف اتش اشاي اي قف اد نعبت هاي بوادي من اياي وحان الله اوود دل اوغا بريا اينا اي بريا اساقا اينا يري وان انك اقبل ايا بريا ده ان او تشنا دي اخر الله كورابيو اساقا او نبي جيسي محمد ها وچي جيسي الهي لكل ميو كتاب كيسنا ميكتا الله كسيو وحان الله اوغا بريا اينا قرابة دي او كتغي سمر إيمان الله إنو كسيو بوسكي أو كبحينا بدل خير قبل إلهي وإسو قليو شعب كالصوماليادنا وحان لينا هاي كل بمدبا بحا هاي وإنو إسلقوينا واني إسوئينا وحان لغا قاضي بوم بالي يري ميدكي
كورنايلكا وحلو قاضي ودنكي سومو اوسن في عنادين ان ودنكي اينو الوغا برينو انغونا انان غاما اسقبسنو ايدين قروح بدنيد اي قبرغا قروح بدن لهيد ان لينو خابالو ان اينو دينا اوجيتسنو او عرورتنا اد اولميسه اينو ارغنين ان ودنكينا كويلينو arintaas waxaan islaahay way ino ficnaan lahayd waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed meel ay joogan ba gacanta hays qabsadeen oo allahoodna ha ka cabsadeen iyaguna sidan hadda ay yihiin hays u dhaameen aad baad mahadsantiin ana u duceyno Cornel Hassan Mohamed Noor Shaati Gudud waxaan u yeeri doonaa برادر صديق ورفا او اه ميد كاميدا سياسيين تمنسورا هاتا نكوسو بيري برنامج كلو ادو وناكسن ودو ولو بيحي فقارها ماركا كوسو دو برادر صديق ورفا الرحمن الرحيم انا لله وانا اليه راجعون ان ونيغو اوغاسك يا ملاقه يا دمان جاليد سوماليه قرطه بدن اي مينيسورا ايان سي غود وحان تعسي اوغو درينا دمان امده سوماليه iyo qoyskii heladii ka geeriyooday Hassan Mohamed Noor Shaati Gudud faatixada aan wada marnay Ilaahay waxaan ka barayaa inuu qabrigiisa Ilaahay nuur uga dhigo kitaabkiisana gacanta mid ka siiyo waxaan kala doonayaa fursadaan qaaliga oo maartay oo anagu nimid tacsi iyo naxdin u nimid oo qof u duceyneyno inaan maantana aan halkaan dhamaanteen aan qalbiga ku qabana u duceyno arintii naxdinta lahayd ee maanta ka dhacday maxkamadda gobolka Banaadir ee dad masakiin oo shacab oo dawladda Soomaaliya qaranka Soomaaliya u shaqeynayay lagu laayay waxaan Ilaahay iyagana uga bariyeena in dadkaas masakiinta oo dadka shacabka leenahay ee qaranka Soomaaliyeed in dhamaanteed Ilaahay u naxariisto waxaan ka Ilaahay ka bariyaa dadka ku dadaalaya inay qaranka Soomaaliya soo nooleeyaan oo dib u dhiska inay soo nooleeyaan Ilaahay dadkaas noo xafido Ilaahay dadkaas noo xafid intaas ka bacdi waa arinta casiya لكن opportunity aan fursadaan badana intaana qof isugu timid waxa muhiim mar walba in aan mar walba garano waxaan isku nahay waxaan isku nahay waxa weey umad walaala oo is jecel ayaan nahay waxaan aadi aad aan kulad nafteeda iyo naftiina mid kulad daarmaya ina ilaahay inna horta na abuurtay waaxidka ah inaan caabudno waxaan kaloo idin kula dardaarmaya inaan minnimadeena umada Soomaalida ilaalino ummada Soomaaliyeed waxay ku jirtaa wado culus dadkii way si kala fogaanayaan mar walba aniga waa iraahdaa hal isku soo dhawaado waxa naga dhaxeeya calankaas buluuga ah xidigtaash shanta geesooda ku taal ummada Soomaaliyeed Ilaahay aan ka wada baqno aan ka shaqeyno midnimadeena Ilaahayna Cornelka Hassan Mohamed Noor Ilaahay jannada ka waraabiyo annagana aan halkaan ku midowno halkaan hadda Minnesota aan ku midowno wadankeena aan ku midowno waxa naga dhaxeeya ilaalinno Soomaaliya naga dhaxeysa calankaas naga dhaxeeya dadka u taagan oo qaranka Soomaaliyeed inay soo nooleeyaan Ilaahay ha garab galo Ilaahow adoonkaas dhinto maanta tacsiis ugu nimid Ilaahow naxariisto wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ahaan gobolkan Minnesota iyo nawaaxigeeda aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan idinku soo dhaweeyo isla markaasina aan idinkaga mahadceliyo kasoo qayb galkiinan duco tacsi iyo barardiiq aan u sameynayno Allah ha u naxariisto walaalkeen marxuum Dr. Colonel Hassan Mohamed Noor Shaati Gudud oo dhawaantan ku geeriyooday isbitaal ku yaala dalka Jarmalka Allah ha u naxariisto marxuumka ayaa waxa meedkiisii loo qaaday dhanka Soomaaliya axadii la soo dhaafay oo lagu sameeyay aasqaran salaadii janaasadana ay ku dugteen madaxda ugu sareysa ee qaranka Soomaaliyeed oo ugu horeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya Dr. Hassan Sheikh Maxmuud iyo dadweyne aad u tiro badan waxaana isla maalintaasii marxuumka loo duuliyay magaalada Baydhabo halkaasii oo lagu sameeyay aasqaran وحنا حسوس مدن دت أنا كنا جمد أه رير من صوتا إن أي أسي رعين ديار دي مرحوم كا وحمر كتجي آدي سي بيدابو
نوحنا كمدة عبد الله محمد إدريس ليستو أدوى ذكرنيسان إيو دكتور حلدبان علي قليف قليف أو سيرعي بيدبا نحريستي جنة الله سي مرحومك وحنا حسد مدن إن لوغو مقعدري قرونك دايالدو هاي دكتان اي مقالدة بيدبا وحنا قرونك سي عالمي اي مقالدة بيدبا لوغو مقعدري دكتور حسن محمد نور شاتي قدود وحن لينا هي الله أن حريستا مرحوم كا أو كورابيو جندي فردوسة أنجنا سمر إيمان الله نجسيو إذن كنا أجر إيه حسنات الله إذن كسيو سانتا سوقاتين أهل كان أتمادين محمد نور شاتي قدود سكول إسلاتيكتين صاحبيهين أسكر إسكو وقت قرتين إلى سور دبي مجلسنا وحويان برادر سعيد فارح إقال أو أه دايركتر كا سومالي كالتشرال أند هيومان سيرفيس سور دبي برادر السلام عليكم إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي حسن هون نحرستو نحرستي جنا الله قارسيو أنا أقول هان مجعلين أنك الله شرارك لكن عاوة وانجع ليستين أنك الله محايا نينا صاحبنا نين ولالك ياها نين أن مدبض نسلسو نولين أياد انتي وحسن محمد نور مركا وحن خصب كل نقضينا سوى استعجو سانو تعسيه حس وحن سلدي جن جني الله نحرس تيس كل إيرام جسترالي نكي حمري قنوا يقان وعكس ور كذي فرضة دي هراء فرضة دي إمبروتشيلي دسيسي وعيس كل دي جنايان كلها جلوا سومالي يعرفن حمرتش بوكي اللي كلج بهاي وحالو قلت شري مركا لغبحو انترميدياتك يا امتحان لو قلت شري ليس كما قلت شري امتحان ليرا اميسيوني يا لو قلت شري قفكي كباسا لو قلان شري انا يا حسن امتحان كاسان قلن لي الله نحرسته واكو قولي سني وانا لو قاتي صدح سنان كليتو كوة نورين سريرو هو يستول سارناين سررت ايغاس الرئيسي حسن سيحان جري الله نحرسته انا تكوه سيسا اسكو ميس باان وحكعو نجرني وان قوة النولين ساحيب بوها ولالكي بوها انجع الله حسن قبيل ملاحين تقل يمرف لما هين هدك لما هين وعا صومالي صومالي بوها حسن ان دادكو جعلي وها مركي دمان اللحظة تضوذي ايان كبحنا يسكول كاس عنا ميني marka aan dhameyno waxaan loo qaadanayaa macallinimo anuu military aan galay waxaan ahay raashka isla jaamacaddu galay sharcigu bartay ka bacdina wuxuu ku biiray nabad shubida laba colonel baan noqonay markaan arko waan ku farxi jiray waxa iigu xigtay aragtidiisa xasan markii aan soo qaxnay Nairobi isku aragnay Suleiman isku aragnay waa isku bururnay أنا مركا إسكا قحوتي عادي أنا ها حسن سيو حو كتيري هاولو ويسو دوي العقب يسي سي احترامي يا شرفي ولا نمي ويسو دوي حسن تاريخ رزمي أن سوكو بكرماها نين قيمة له أو شرف له أو كرامة له وقيمة وين كتو ومدى صومالية أيا عاوة دنتي إلهي وحن غبري إياه إنو نحريستي جنسيو qoyskii uu ka dhintayna ilaahay inuu uga naxariisto aniguna saaxiib aan jeclahay baan waayay asalaamu calaykum calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun maalin la qosla ma ahayn maanta manaan hay warkaygu sida uu isaga dhashay iska raali hadha waxa waaye sida uu sheegay cunugan dhilax qaraabada dhammaan yar iyo weyn ummadda meesha isugu timid rag iyo dumar
ولاله او كبحي ادي لي مرفله ورت سمر الله يدك سي ما هي لنيكا وحور ان لا هرمريو هاي رنتيس وايو انكا iyo digli marifle dirisan soo hinaan wadaagna inaan ugu hormaro waa ahad illa hadii suldaamada laga sii waxba kama qabo walaalahay inaan ku sii dheeraado ma rabo waxaan leeyahay jannada allah ka waraabiyo ninki taariikhdiisa yaqiino iskool la soo dhigtay korneelka waa sheegiyay aniga hadda sidaas oo ma taariikhay kar laakiin waa isugu tagnay ciidamada saw waxa iga garaadada badnaayo wax kuma darsan karin moogta marka nin raga oo waxna iska celsho u ahay nin wanaagsan u ahay jannada allah ka waraabi ko bedelkiisana cid allah si aniga dhulka ka duceeyay cirka allah ka ajiib ilaahay idinkiisa maxaa yeelay intaan oo walaal ah oo meeshan qarash lagu ijaari ma hayo dheel ma hayo moogta marka waxay u ijaareen in walaalkood u tacsiyeeyaan way walaalkiin jannada allah ka waraabi ono kana waa tagu wayna qabriga wadaadkiya ba sheegay yarkay dhilaxayo oo kooxdi baydhabo professorki waa diidii waa runtiis arina sirkeega magac la idin jiraajiray waa leega dhaafay waa maasan yahay marka qaar allah idin siiyo jannadina allah ka waraabiyo waa idin kaga tacsiyay meeshan ka hadlayna waa kasi kartiin marka idin iri goofka in iyo goofkooda dirisaan waa fahamsan tiina oo maleeyo jannada allah ka waraab waa maasan tahay gaarkay san tahay haatana waxaan u jaleeci doonaa qaybta haweenka dumarka hooyooyinka waxaan jeclaan lahaa inaan u yeero hooyo Faadimo Shariif oo ka mid ahay dadkii la soo shaqeeyey wax la soo bartay marxuumka Korneel Xasan Maxamed Nuur Shaati Guduud waxaan ku soo dhaweyn lahaa Faadimo Shariif inay noo timaado podiumka hadal saasi ah taananda dheeree uma qaba ilaahay ana hareysa xasanow manuur wal ana hadda ka sheego koroobaaba isku yar dhiigay dhonga korankiisa wal ana ku sheego fadhiyata kale hilmaansana lamhanun kolula noo bahi taariikhdii sadii aan ku sheekayaan erwal uu ku intan ku kahaw ma ah taariikhdii inta dadka ka sheegan in ku badanga kase iyo ku kase ilaahay subhaan qaadir ay qabrijay waan sa allahan ku weelo jannatul firdaws allah ku waraabiyo xasan yaa ana taariikh hasla marne taariikhda hasla marne wala aan hanto hatta antu ku kashaakay koro aan hadab oo kale aan dadka deejiyi koro ma madi aan qabsada ila shan sa shileed ee li dhagin side untun dad ay walaalay anta fidhiyaagna anta oo neeyta intaas ay ki daahi ma fadaw ana ilaahay jannatul firdaws aan ka bishaaray qabrijay waan sa allahan ku weelo lan walaalay abahi garabkaano gohay bedel shay keer qabana allah nasay ilaahay idin shay salaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kum waraxmatullaahi wabarakaatuh inna lillahi wa inna ilaahi raajicuun ilaahay waxaanu uga baryaynaa Korneel Xasan Maxamed Nuur Shaar Guduud ilaahay inuu jannadii firdowsa ka waraabiyo xisaab la'aan ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu ilaahay u fududeeyo oo xisaab la jannada u geliyo taariikhdiisa waa laga sheekeyay aad buuna muxuu ahaa uu ahaa dalka Soomaaliya nin qaran oo magac weyn iyo sharaf ku leh markaas sidaas nin qaali ah oo dadku jecel yahay oo dhul badan iyo meelo fara badan ka soo shaqeeyay oo aynu wada ognahay dadka badankiisu buu ahaa ilaahay waxaanu ka baryaynaa ninkaas ummadda Soomaaliyeed ka tagay oo heer qaran ahaa in ilaahay muxuu ahaa uga cagul khayr qaba ugu bedelo dadkii ummadii Soomaaliyeed uu ka tagay oo ama ahay saaxiibo ahaa ama Soomaali weyn ahaa ama ahaa muxuu ahaa ehelkii iyo asxaabtii iyo qoyskii samri iimaan ilaahay uu ka siiyo baynu ilaahayna ka baryaynaa muxuu ahaa aad baa looga waramay wixii loo oran lahaa iyo duco iyo sharaf wuxuu lahaa intaba waa la sheegay
waxa uu u baahan yahay inaynu caawa u ducayno oo aynu raahano jannadii ilaahay ka waraabiyo aamiin dhahaya ilaahay waxaanu ka baryaynaa qaadirka isaga wax walba u fudud yahayne inuu xisaabta ilaahay u fududeeyo jannadiina ilaahay ka waraabiyo ilaahay aanu qabriga ku cireediyin ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu jannada dabaasho si xisaab la'aana ilaahay saasaynu ka baryaynaa ummadda soomaaliyeedna uu samireeya iimaanka siiyo qayb wax khayr qabana ugu bedelo اللهم صل على سيدنا محمد فاتحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنا لله وإنا إليه راجعون أنا حسن محمد نور شات قدود ما قون لكس وحبضا أيان كم مغلي وحان كم مغلي وحوانا أكسن بوها وحي أهايدين وها قف هالقماية وشعل أمد الصومالية وحبذا أنه سوق قبطي وحن كفهم تاريخ ديسا إن أنا سورة قشين دولة ده هدى كرا إيو ننام كرا هدى هدانو حسن محمد نور شات قدود كم دهين تدكي دياريي أما صومال دي سوكياني مركا وحويه واجب إنو قطهي وناجيسا إني نجود عينه إلى هاي جندي ساكا ورابي سيدي لويري مركا واحد بدن ولا غير هذا مثلاً وياشي يدتكي دعية باسفة عن شيء غي إلى هاي سمر إيمان هكسي رير كودي رير كيسي بويس كيسي بيشة دقلي يوم رفلة يا صومالي أردن وأنا ما سنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنا لله وإنا إليه راجعون إذا دخلت في القبر إذا دخلت في اللحد لا ينفع لي مال أهلي مرهد يا قبر قلو قلي إيل كلو قول ليحيو مال أهل وحب مكوتري أنك ولالكين وحب تري كرن ماله لكن قيرة نهيسة آمين تلعيو كالميا دم بيكيس الله رافع دم بالدين تسأل هدافة قبرك الله النوري مرت اللي جعل الله كدقو دعاء اللي هيش نما والكل اللي هيش نملة شات جدود ولا الكنوة مسيح ما كنا هل جاي سنو به يقوه دقي اللي مرف الله كيس أم به يقوه إرادة المسيح اللي هرت المسيح سينا ستاوسة لكن إله ولي سقو توغلا إن إله قبرك سواسع عن كويل إن إله دم باك دم بالدين تسأل هدافة كتابك دليل مدك تعلق سيسة شهادات إن إلهي كدر شهيد أقول دول كسر أنت قال لك شهادات الله كدر وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دتك أنت نسكوي مرتد أنت نسكويتي هذا وما حصلتن سيدا صلوا شرفتن سانك قريب قلشن تعسيادة سانك قريب قلشن دذوينا شرفت له قوميد عنهن سومال وين دقل مرفل عنهن ودجر سومال يتكو إمادين متعلمين تنا برفصوريدين شيخين شريفكين ولا عليهن قبلها شرفت له هذا وما ستين وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قيرد إله نوك الفقهي وبالله التوفيق والسلام عليكم أولا التحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنا لله وإنا إليه راجعون جيك أنتم هنسرونا أنت عن هذا البلد عنك هذا لا مسيات والكل عنك هذا ويبقى أنت هنسر مي ولا شيء جا ولا شيء جا تعرف تبتيون ويك هذا ويبقى أنت هنسر مي تعسيد قبصتي كديدي برفيسر دكتور حسن محمد نور شات جذود باللي أفرات سديدي لما ذكون سدي لما ذكونتم سديدة مقالة جرمالكا إعلان قاضي صومالي قارهان مقالة بيدول كأسي ويبال هذا ما قوم يدوين تدقل إمير فل إلهي سمر إيمان كسي قاره إذا ما صومالي ملو بيو كسوكو نين قوم يدوين تدقاس لما ذو لم نطيو ويبال ها ويبان أبهي لنوين أو نيوين نسولكان هاي سياسي كان هاي وهل ييغان هاي جيسغان هاي نو باهي مكسابورو كورن لكن سيونو نجيلا اني كدوران يا ويبن انك جيلا ذي الهي نسابورو ذي نفتي نولنا نفتي جيكو نول بارمو نول كل نفس دائقة موت يليري ويبا الله حسن او منور مدب دل الهي جنة الفردوس انك بشاري داد كيو سكرني مدين سامر ايمان اللقسي او انكوكو ها نفتتي تا انستعسيو او هاي ابتغي قالي
ويبقى غارها فرصدو انا قفايدة يسيون ان تعسيهي ابتقاي حصن مد ديريس او مدبا دموسا كلا جاري اما كماركا داي اسبتالكا كيالا جرمالكا ويبقى لها ابتحصن ابتحصن او مد ديريس سمري امام الهي كوسي صاحبكا والالكا لما انتان سمري امام الهي نوسي ويبقى كلا انتان ان تعسيهان او فرصدو ان قفايدة يسيدو ما مدي قالي جاي ما مفهمي منور ويبا انتن كتعسيي لما يي الموشي ويبا قالون تعسيي ما مدي قالي جاي شريفي برين ابدران او ندلي عرور او روك تا تجر مالكا ويبا قالون تعسيي ما مدي قالي جاي نورتي برين عبد الرحمن او كسونو سو دل كسعودي جاي غارهان دمام ويبا لها مامو هابرير ابسي لما قو مدوين غارهان فاميلكا ويبا لها الهي سمري ايمان سينقسي لما انتن انو دنبان او بهي damaan jaaliid Soomaaliya Minnesota eediyada ma hasantin TV ga Universal TV ga qaranka Soomaaliya Liba My TV damaan tin eediyada ma hasantin damaan ka soo qayb galayaasha way basan lahaa eediyada ma hasantin oo billahi tawfiq wa salaam aleekum wa rahmatullahi wa barakatuh shaatana damaante banoo ba ilaahay jannatul firdaws an ka bishaare ma salaam assalaamu aleekum wa rahmatullahi wa barakatuh inna lillahi wa inna ilayhi raji'un walaalayaal maanta waxa isugu nimid inaan u bareerdo u baroor deeqno ama u tacsiyeyno geeridii naxdinta lahayd ku timid Colonel Hassan Maxamed Noor shaati gudud waxaan leenahay Allahu naxariisto waxaan tacsi u dirayaa dhamaan umada Soomaaliyeed oo ka dhintay waxaan u kaala tacsi u dirayaa baasha digli marifle iyo qoyskiisii oo ka dhintay ehelkiisii qaraabadiisii kulli waxaan leeyahay samir iimaan Allah haydii ka wada siiyo marka maanta waxaan u joognaa inaan u tacsiino shaati gudud marka inaan isweydino shaati gudud waa kuma yuu aha shaati gudud shaati gudud wuxuu ahaa nin Soomaali ah wadani ah halyeey ah uu ahaa waliba xaq u dirir dhulmi diid ayuu ahaa shaati gudud waa ninkii beeshiisa u horseeday inuu ka badbaadiyo dhibaatadii waxashnimada ahayd ay soo gaartay dadkaasi Bay iyo Bakool oo loo bixiyay magaalada dhimashada uu ka badbaadiyay waxa uu sameeyay maamul ayuu u sameeyay wuu badbaadiyay wuxuu ku jiray dadkii isku dabariday abuuray inay badbaado magacoodi kor u soo kaco maxay yeelay dad magacoodi sahlan ma ahan beesha digli marfil waa aan barigii hore dadkii xurriyadda u dagaalamay ayaa ahaayeen marka inaa sharaftooda iyo karaamadoodi dhibaato loo geysto wax weyn baa ahayd marka waa dadkii uu ka dhiidhiyay uu ka dagaalamay uu sameeyay maamulka uu sameeyay waxay horseeday inay nabad helaan dadkoodi beerahoodi iyo waxooda ay sameystaan kadib shaati gudud waxa kale ku xusuusanaa inuu ka qayb galay maamuladii iyo dawladda maamulka la soo dhisi jiray kii Djibouti iyo kii kale oo Kenya lagu qabtay kulli wuxuu u horseeday inuu magaalada Baydhabo uu ka dhigo caasimadda Soomaaliya caasimad ku meel gaar inuu ka dhigo oo ay gaaraan dadka reer Baydhabo Barwaaqo iyo Baraara guryoodii xataa uu qaali noqdo caasimad darteed kiradiisi isaga ayuu ahaa qofka u horseeday inay waxa gaaraan marka taariikhdiisa ma soo koobi karno nin la koobi karo ma nin halyeey buu ahaa waxaan rajaynaynaa inay ilaahay badal qeyr lah siiyo nin halyeey sidaas oo kale ah oo xuquuqdooda iyo waxooda u raadiyo inuu ilaahay badal qeyr lah ugu bedelo waxaan leenahay marxuumka ilaahay inuu naxariisto aad iyo aad aanu ugu xumahay ani waxaan ahaa dadka aad u jecel u taageero siyaasadda shaati gudud marka waxaan leeyahay نحريس جنة الله كورابي إنا لله وإنا إليه راجعون وحفلة ده أنت بدن وحلا يسوي ما ده إن وح سيلبريشن يلو قسم يلا لكن تاني سيلبريشن كدوان ويا حسن محمد نور شات جدود حرت إلهي هون نحرست جنة دي إلهي هكورابي عمل كوب لا كوفا شيء وده أدونك قدويه سنة إلهي jannada ku geey naftiisi wuxuu u huray inuu ummadan u sameeyo hadaf ay wax ku gaadhaan oo ay wax ku qabsanaan oo uu u biday midayntii uu mideeyay
تي وسجو شخصي جاهد وحقد دورته إنه شعب جيسه وحقبته ومدي سنة وحقبته لبعت هذا يعذرك أنت أصلاً ودورك أنتو كتري وحقه راي نفتي سيب وحقه راي دتك شعبك أو مساكين تاه أو مركا أباهنا إن يمدوبان أو أيها ذن قط شدان أو وحي سكانه هرت وهبه إلى هيب بحيو ويان مدحت النمط ما هو وح محيط يقف كش غي سكره ووحيبه إلى هيك سيني لكن هي بدي با دتك قاركيز إلى هيك وحي وفضلناها بعضكم على بعض والله كلف فضل إلى هيك دتك بوي دتك ابن آدم كا فضل كيل فضل منه وغريزتك وجترته قفنا إنه ضد وحقبته من نوامد وسقوا إنه باع مشتري وسقوا العكس ما يستوعيت هاي ونفتي سقوا كيف فكروا محا آخر كور راعي وح كور راعي وح أرحمه يرحمكم الله با إلهي هذا ضد كأونا حريزتان مرك إلهينا ويدنا حريزنايا وأونا حريزته وحويان ضد بيسن بروح كسوق هذا وإنا يجوا حقب سنكران ويجو أنت من نمسا ما يستان وحقب سنكران وتصل تيسي شخصينا وتاك الدور صدى إنه محيطتي ومده المجتمع وحو غبطه مركا هل أنت إن هالك فريدة عرك وفرنية ودعية إن إلهي تنادي كورابي هرت إن ددك أي كضيدان إن أي كم مهم سنتهي مجتمع وح وناكسن عدالة وناكسن إلو غبطه أي كوناكسن تهيتان شخصك قفكونا او سمايو ما تشارع او ساقو اكزامبل او نغضو انو تسو ان اي واحا او قبان ايو اي ساق قلبي جيسا كتمي اي انا هين فكر او نسكاقهد ليو انو ساقينا كو داغمين حسن وحو انو تسو انو ساقو كو داغمين واح عمل كيسينا او تسو انو ميل ان بيال اني تيرتو او اني تيرين بيا محايت مويا ساحا تيرا انو تيرين إنه كعبه وددك دورك تشوغي ودورك لا فريستو أو يجا لا قيب صدو ديبتي أهيستي مركا وحن كلها هاي هادا كماسي ديرانيو إلى هاي تنادي هجيو أنيقا ومقبو إناي تهاي وحن قبا إنه كغتيجي ودون كغتيجي مقع إيو وح لغودة يول لغودة يقرو إنه كغتيجي وانو ديمان إنه لا تشوغيو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركها رسين سلامي سلام مسلم رسين سلامي. مرك الله ما ولسين شيء إني أنا إلهي رب الرحمن مهدد أسس كلية إلهي مهدد أنا سياو مجرد إلهي رب الرحمن إني سكن شئني وكمل وأنا إني سك كويني إلهي درتيس إني سك كويني. marka wali laha marka in ku hor jarta ilaahay u sii mahad isku leh marka lamaad wali laha wali mahadan naqay dadka in iskeen sheene oo meelo inta iska aragna in soo be marka saddexaad wali laha ilaahay rab raxmaan ah aan naxariisada walaalkayna oo maxamed ah ilaahay wali ku toogana janna firdowsa in isku waraabe qofkas wali haye qof eed faylan ما جرده إلهي ولي السفر يسوع بي أو إيه ولي أصحان فلاسة قرابة ذا أصحان كي قرابة يسوع بي أو إيه ولي با كدن قدي أما لبعت جديدي دت كي كشيء أو كنولي بعد با إلا إيو دقيل مرفل هاي والكل نموي ديانا ولي ويديا يعني يستيج جري أما برا إني دت كاسيو دت نقدام بريني ملهس كبيان قومية فعلن أو مل رأي يسون نلليون هسارة دكوران نقدام دور كانغالي إن دباعته دي إلهي ولين كتوغاني دباعته دي يسون ماري إني بس إنك بدلا جنفر دوسة مجرد إلهي ولي الرأي مركي أنا جرناي ما هي سلامنا إلهي سلام من باهم لكن ولي من باهم يا إني مل رأي يسون إيه اللي دي سقف كست وسحريرية ولا ليالو غير بدن الله سينسي هذا أجر أنت داودة بقول دولار نقدر فدي هدي داودة كون دولار ديرت نبعتي لتا لانك سواب دم داي دقيل إمر في المين إن دن إواي وكافر ده يعني جاكي هقلني أنت ففر ده يعني شلت أبني مركل ميس أرغان
at least in is koynoy is aragnoy is duugnoy bay dhaba dhibaato taal isbitaalkii daawi in baahanya dad baahna jidatee jeefan marka wali fadeeyo isbitaaladii ee daawooyinkii ee dadkayna oo dhibaataysan oo jidkaas yaala ay wadan qabada isii magal ay una bilaangeena markii horena waalidahana tarbiyaay markii lamaadna harti la niidari markii saddexaadna ila fadheene magalkii okay magal ma haysano magalka meel ku kahan waxana ama hana toosiya umna hana dhiyan wax suubsanoy salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxa idinku salaamay salaanta muslimka inna lillahi wa inna ilayhi raji'un geeri oo aad u adag ayaa ku timid digal ee mirafle adeerkay allah u naxariisto wuxuu ka tagay dad badan soomaaliya oo dhan oo ka tagay wuxuu ka tagay digal ee mirafle gaar ahaan waxaan u tacsiyadeynayaa xaasaskiisii caruurtiisii meel kastay joogaan dibadda iyo gudahaba waxaan kale u tacsiyeynayaa soomaali weyn meel kastay ay joogaan gudaha iyo dibaddaba annaga oo dhanna samar iyo iimaan allah naga siiyo asagana qabrigiisa waasac allah ugu dhigo jannadii firdowsaan allah ka waraabiyo asalaamu calaykum waraxmatullahi asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun halkan waxaan isu soo taagay caawa inaan tacsi iyo tiiraanyo u diro walaalkay geeridii kululayda geeridii ku timid taasoo nagu reebtay murugo zaa'id ah waxaan tacsi u dirayaa ummadda soomaaliyeed waxaan u dirayaa gaar ahaan xaasaskiisa iyo caruurtiisa meel walbay joogaan waxaan u dirayaa geesiyaasha siyaasadda iyo halganka shaati guduud ictiraafsan ama ku socda haddaan dib usoo noqdo shaati guduud wuxuu ahaa nin soomaali ah mutacallim ah reer magaal ah siyaasaddiisana intaasay ku dhisnayd siyaasaddana wuxuu usoo galay in bal uu isku duwo marka ugu horeysa dee qofkii gurigiisa hagaajista ayaa ka kalena wax ka tari kara in dadkiisa bal uu isu keeno siduu isu keeni lahaa na waxay noqotay inuu isaga u samro oo uu noqdo hogaamiye uusan noqonine nin hogaamiyenimona ku magacaaban laakiin haddana siyaasad qabow oo isu keen ah ismaqal ah ayuu maaragtay uu sameeyey shaati guduud isagoo nolol fiican haysta ayuu duurka galay si dadkiisa uu u badbaadiyo marka anigu shaati guduud waxaan la kulmay markii ugu horeysay uu soomaaliya la doortay muxuu ahaa doorashadii cabdiqaasin markii ugu horeysay ayuu united nations ka imaadeen buu la socday aniga iyo walaalkay sheekh nuur iyo odagayga maxamuud jaame xaamuud waxaan ahayn dadkii isku dayay ka damqaday xasan maxamed nuur xanuunkiisa waan ogeyn marka uu joogay soomaaliya ama uu duurka joogay inuu xanuunsanaa baan ku ogeyn meeshiisa waxay nala noqotay bal haddii mar uu maraykan gaaray wax kasta annaga ha nagu qaadata bal inaan dhakhtar tusno waxaan isku daynay sidaan mayo hospital oo ah isbitaalka ugu wanaagsan maraykan aanu ku daaweyno fiirino caafimaadkiisa intuusan dib u noqonin oo hawsha weyn ee u taallay ee uu ku xanuunsaday uusan ku noqonin ilaahay waa noo aqbalay dhakhaatiirta ugu wanaagsan ee mayo hospital baan la kulannay oo noo daaweeyey waxaan taas usoo qaadayaa wax kale maaha waxaan usoo qaadayaa waxa weeye maxamed wuxuu qabay markaas sokor aad iyo aad u xun dhakhaatiirtii baa waxay weydiisay daawadee qaadataa xanuunkan ku haaya ee hadda keliyaha usii dhacaaya ee sidan jirkaagii u dhammeeyey daawo noocee qaadataa xasan wuxuu ugu jawaabay daawadaan qaata waxa waaye caano geel iyo kaadida geela kaadida geela iyo caano geel baa la isuu kay qasaayuu yidhi taas ayaan ku noolahay marka waxaan intaa idinku sheegayaa waxa weeye dhibaatada iyo nafhurisnimada uu u galay ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ummadda digil iyo mirifle oo markaas jahawareersanayd oo liidar la'ayd buu isu taagay nafsadiisii uu iloobay awlaaddiisii uu dayacay xanuunkiisii isagoo la soo carari kara caruurtiisii waxay joogeen meelo uu tegi karo
ayuu duurka ugu jiray kaadi muxuu aha geel caanihiisii kaadiisii ku joogay markii la daaweeyey uu baxayay baa xoogaa daawana waa helnay na la siiyey wuu qosla markaan daawada siinayna aan ii intaan daawada kugu soo dirnaa wuxuu yidhi war intaana igu filan intaan bahadaan qaato geeliya u noqonaa geeligii caanihiisii iyo kaadidiisii aa igu filan marka waxa weeyeen siduu adduun uu saa ugu sahlay oo ugu sahlnaaba yani qiimahaas u lahaa uu ka horeysiyey dantiisa uu ka horeysiyey tii ummadda walaalihiis ahaa dhibaataysnaa ilaahay waxaan uga baryaynaa intaasi ugu bedelo jannatulfardowsa ilaahay inuu siiyo qaybta ugu weyn ee jannatulfardowsa qof bini aadam ee ka helo inuu ilaahay siiyo samirkii uu xanuunkiisa ku samray samirkii ummaddiisa u samray sacrificekii uu ummadda noo sameeyey ilaahay waxaan uga toobanaynaa haddaan nahay ummaddii walaalihiis ahaa oo ka dambaysay ilaahay inuu jannada uu nagaga hormariyo annagana aan uga taba tagno marka waxaan idinka baryayaa inaad maaragtay ila ducaysaan ood qul huwallah u akhrisaan saddex qul huwallah haduu ilaahay yidhaahdo annagii safar dheeraan u soconaa waa tegaynaa bismi illaahi raxmaan raxiim oo ku hadli doono magaca guddiga qabanqaabada hadduu ilaahaydmo buraada mursal soo dhawow waraxmatullahi wabarakaatu eedyadan ka mahadsantin sidii isan aragdayahan ku qayb galleen tacsiidan horta sideeba ajal haddiiba kooyta lagna malanka tabow lagna walmalanka darow idaa jaa ajala laa yastakhiruuna saaca walaa yastaqdimuun tiidiya kale mayba siin sheegayha xasanow manuur kulley wal anta lahaka koobo koro ma e hor dhaanba lahan sheegi walay laha sheega koray war kaleen hata ka darow male marka maylay siin sheegay intii geeg uu intaha ku qayb galay intii dhegeystayaasa mayinka mahadnagayhi inii ilaahay usuuna jannatulfardows ilaahay quraabi unuuna una reedsiyey intii unu ilaahay nin fidnaayna marka iyadan anka mahadsanin dadkii ha qabanqaabi universal xayuub galbeete cabdisalaam liban marka mayba siin sheegay intaas kulli waana ka mahadsantin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan u mahadceliyo dhammaan ka soo qayb galayaasha barnaamijkan xafladan mise ducadan aan caawa halka isugu nimi waxaan jeclaan lahaa inaan u mahadceliyo anigoo ku hadlay magaca guddiga qabanqaabada ahna guddoomiyaha guddiga qabanqaabada ee ducadan caawa isugu nimi dadkii barnaamijkan nagala soo shaqeeyey waqtigooda u horay baraada sheekh nuur qaasim baraada faqrudiin maxamed baraada liibaan xuseen liban somali national tv iyo my tv ba brada cali shaamey maxamed rashiid caashe qaasim brada mursal aadan kuusow kerow brada sister raxmo iyo anigoo ah cumar cali maxamed cumar biikolo guddoomiyaha guddiga qabanqaabinta barnaamijkan caawaan halka isugu nimay dhammaan saantaad soo qaadeen ajar iyo xasanaad allah idinka siiyo waxaan si qaasa ugu mahadcelin lahaa dadkii barnaamijka ka soo qayb galay iyo mediaha sida brada xayow universal t v brada liban iyo walaalkeen galbeyte iyo dhammaan dadka ka soo qayb galay barnaamijkan wa aada u mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ina lilaahi wainaa ilayhi raajicuun ina lilaahi wainaa ilayhi raajicuun marxuumka allah ha naxariisto janna ka waraabiyo allah u naxariisto waxaan isugu nimiday dhammaan reer minnesota inaan uga tacsiyeyno walaalkeenna tegey eheladii uu ka tegey oo closeka u aheyd wuxuu ahaa geesi haliyaay soomaaliyeed annaga dhan uu naga tegey laakiin dadba dad bay kala xigaan geerida annaguna waa dhimanaynaa ilaahay nagama dhigo kuwii isaga kabacdii fidnooba isaga naxariista janna allah ka waraayo waxaa intaa ku darayaa maantay taraajirigii ka dhacay dhibaatadii ka dhacday soomaaliya maantay haddaan nahay reer minnesota anoo magacooda ku hadlaayo magaca communitiga soomaaliyeed tacsi ayaan u diraynaa eheladii iyo qaraabadii ay ka tageen iyo dhibaatadii naxdinta weyneed ee ka dhacday waxaan kaloo tacsi u dirayaa walaalahayga turkiga ah ee dhibaatadu ku gaartay iyagana qaraxii ka dhacay magaalada muqdisho ilaahay waxaan leeyahay dhammaantood ha ka waraabiyo naxariistii janno annagana ilaahay ka bacdi nama fidnay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waraxmat ullaahi wabarakaatuhu inna lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun may inku tacsiyeyana inta telefisyonkanasi qaranka dadkana dhegansadahay akhyaarta dadka dhan xasanow manuur may ilaahay ku tuugana inta ilaahay jannatulfardowsa ku waraabi ununa ini reedsiyeynin fidnaayna
may kale aan ku tacsiyeynayna Soomaalida meel kasta ay roogto gaar ahaan digli mirafla hadee mayba arfaday kale aan ku tacsiyey lahay ehladii iqraabadii isku geeri ku dhimadii xasan oo manur wallah koobo korome walay is qobadi misan hayna walaa is dalshay han ka doobadi oo ilaa iyo aragday is ilaa is markii hata ka jiradi in la jiradi laadiye marka in mayba san laha meel kasta Soomaali roogto ama digaar ahaan digli mirafla meel kasta roogto iyey aan ku tacsiyeeyay ما هو إنا لله وإنا إليه راجعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لله وإنا إليه راجعون ولم يلون تعسي أنك ديران رمان غرابدي أهلدي كدمدي كورنيل محمد نور شاتي قدود إلهي نارس إن شاء الله رمان ددك إن شاء الله رمان من صوت قومية ديغل إمرفلا ملكست ويروغان يرمان ددك هولو فيلا قبضي جرمال مركي اوس لحكو ديراي او حتينا انشاقا دا آسكي باي دولان كسوبيا اي دادكي والالنو اي حوكي توكو جيس ديا ميلون كمهد نغان الهي وسونا نهر سد دو آيا كو دابو جيانا السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجاكا وليس لرا علي محمد عبدي بيكو لكم اي عليرا ولينا كمد اغا كموني تدا من صورة وضياشا community Minnesota wali tacsiis soo dirnaa inoo saga hadla afka reeda jirarta leh inoo aga gudoomiyaha lord america ee beesha reer dooy wali tacsiis soo diraa colonel maxamed nuur shaate guduud ilaahay waxaan ugu baryayaa in jannada alle ka waraabiyo ilaahay wali soo ku toognaa in ilaahay in dambad dhaafo in qafraakas ilaahay waasacsa in kutaabkas midigta alle ka siisa شاتو جدود أجان هرنا مو هلنا ها كان مسهلنا ديجي الإمبرف الأك أجان سنة ده يكون بمأرجنا نداق نأنفع ودنك حروش ديجي الإمبرف الحروش ديجي الإمبرف المدوش أجان من سنة مرة من سهل فينا إلهي ولي سون كتونا إن دمباك سيد دمبال الدين تسأل الله فو ولي سكتاب النهار على كويلا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الله إنا لله وإنا إليه راجعون وإنتم كتعسيي أبتقي محمد نور حسن شات قدود الله يا رحم الراحمين إلهي سمري مغنوسي دقل مرفل رحبين لما أنتيو إنا لله وإنا إليه راجعون أنت إهلي قرابة إسكت لما دي أنت إهلي قرابة إسكت لما دي أنت أنا كساو قرابة دي سيان تعسيد أنتم قدره السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنا لله وإنا إليه راجعون